مرحبا بكم يا جماعة في فيديو جديد. في الفيديو ده هنشوف أنواع الأقفال اللي بنستخدموها في قفل الدرج أو قفل الدولاب والأقفال الصغيرة عامة، أو في أنواع كتيرة منهم، بس هم يعني يعتبر أكتر نوعين منتشرين، اللي هو النوعية دي اللي اسمها قفل المكتب، النوعية دي، وفي النوعية التانية اللي هي زي كده. دول اعتبر اكتر نوعين منتشرين. هنشوفوا ميزة وعيب كل واحد فيهم وهي الاستخدام بتاعهم وهي الامثل. يعني عندنا النوع ده في الاول، النوع ده ايه مميزات؟ الميزة بتاعتهم الشكل بتاعها بيبقى شكله جميل، يعني مفتاح بتاعه برضه شكله مقبول، بيجي وراه مفتاحين. هو في نوع منه اللسان بتاعه ده على مرحلتين، يعني كده دي مرحلة ودي كده المرحلة التانية. في نوعية تاني بتيجي سنة واحدة بس زي كده، ثاني يطلع هي سكة واحدة بس. الأنواع زي كده في منها بيجي العمود ده او الرقبة دي طولين، في طول ده وفي اطول منها شوية اللي هي زي كده، شايفين دي اطول من دي. طبعا ليه؟ لان احيانا انا حسب الدرج بتاعي، ممكن لو استخدمها في الدرج، في درج بيبقى له الوش بتاعه سميك شوية فما بيطولش معاي الجوة، وعشان تيجي تدخل المفتاح هبقى صعب، فانا استخدم النوعية دي اللي هي بتبقى طويلة لبرا، دي الطول معاي، ما عنديش الدرج انا راح يبقى اكتر من السماكة دي. طيب فقلنا اول ميزة فيه الشكل بتاع شكله حلو، هنشوف الشكل وهو راكب طبعا، وليه مفتاحين. في ميزة تاني ان الاقفال دي مفاتيح ما بتفتحش على بعض، يعني ده شغال مثلا هنا، لو جبت مفتاح تاني زي كده مش هيشتغل، ولو جربت ده هنا برضو برضو مش هيشتغل. دي ميزة، في ناس تعتبرها في ميزة وناس تعتبرها عيب، يعني في ناس بيقول لك انا لو عندي المفاتيح بتفتح على بعض احسن، فبس انا اعتبرها انها عيب مش ميزة. طيب ايه عيوبه بقى؟ عيوبه ان يعني الانواع اللي في تقليد كتير من النوعية دي، فالتقليد بيبقى مشاكله كتير. يعني مثلا نوعية زي كده مثلا مفتاح بلف على الفاضي، هي ليها تصليح بس تصليحها متعب شوية، والتصليح يعني مش هيجيب هم، يعني هو اصلا القفل كله تمنه مثلا 15 جنيه، هتصلحه بكام؟ انت بتستسهل تجيب واحد جديد. دي المشكلة. المشكلة التانية زي كده مثلا، يعني ده مثلا ايه واقف خالص مش راضي يلف، شوف اللسان بص دي، يعني دي اكتر مشكلة منتشرة في الاقفال دي. الاقفال دي عاوزة استخدام بسيط، هي في الديكور وفي الشكل بتبقى جميلة جدا، بس في الشغل يعني بتبقى بصراحة ضعيفة مش قوية. طيب ده بالنسبة للقفل ده، هنشوفوه هو راكب طبعا عليه في الدرج. عندنا النوعية التانية، وهي النوعية دي طبعا ده غالبيتها مستورد، ما فيش منه صناعة محلية، غالبيتها بيجي من الصين ومن من تايوان والبلاد دي. النوعية التانية دي صناعة محلية اللي هي دي طبعا ايه، بقولها سكة واحدة سنة واحدة. بس ده فيه ميزة. ايه الميزة اللي فيه؟ ان هو يعني قوي في حكاية الشغل، يعني في حكاية الشغل اقوى، دي الميزة. الميزة التانية اللي هي برضو ناس بتعتبرها ميزة، ان المفتاح بتاعه لو اتكسر هو ليها ارقام، هنا في رقمه، يعني هنا مثلا مكتوب عليه رقم 2، بس هي مكتوبة يعني كاتبينها مقلوبة، هي رقم 2 بالإنجليزي.
أيها مفتاح رقم 2 نفس النظام ده هيفتح عليه، وهنا في رقم 2 على القفل. أيها مفتاح رقم 2، أنت بتروح للراجل بتاع الحداد وتقول أنا عاوز من المفتاح بتاع الدولاب رقم 2، هيجيبه لك. فمفاتيحها بتفتح على بعض. طيب ايه العيب بتاعها؟ في عيبين. اول عيب، المفتاح حجمه طويل. دي ايه مشكلتها؟ مشكلتها ان لو عندي مثلا داخل دولاب او حاجه مش عارف اقفل الظرفه على المفتاح ده، عكس المفاتيح دي. المفاتيح دي صغيره وشكلها يعني حجمها صغير، انما ده مفتاح طويل. دي اول مشكله. المشكله التانيه، الجزء ده ضعيف وهو اهم جزء. يعني شوف، مفتاح هنا اتكسرت، الجزء ده ضعيف ودايما بيتكسر، ودي اهم حاجة فيه. ده العيب بتاعه. اسعارهم متقاربة، يكاد يكون نفس السعر تقريبا، يعني السعر ما يعادل دولار للاتنين، 1 دولار للنوعين. هنشوف شكلهم هم وراكبين في الدرج وفي الدولاب. طبعا قلنا مشكلة المفتاح ده ان هو حجمه كبير. هنا عندي خزنة في دولاب، فالخزنة دي طبعا عشان المفتاح لازم طبعا اطلع المفتاح عشان الظرفة تقفل. الظرفة من بره دي مش هتقفل معاك، لازم تطلع ايه، تطلع المفتاح عشان تقفل. دي اول حاجة. الحاجة التانية ثانيا قلنا موضوع الشكل، يعني شكليا يعني مش قوي يعني. طبعا في التركيب بيختلف. هنا طبعا التركيب ده بيبقى من داخل ال من داخل القايمة أو من داخل الدرفة. ده بالنسبة لده. نشوف النوعية التانية. النوعية التانية زي كده، طبعا دي زي ما قلنا شكلين، زي ما انت شايف كده شكلين مقبولة. مفتاحها صغير. التركيب بيبقى من جوه كده، بتفتح على قد العمود بتاعها اللي هو ده، وبتتثبت ب4 مسامير في مكان، 4 مسامير من جوه. بس زي ما قلنا ده يعني يفضل انه يكون استخدامه خفيف، ما فيش ضغط عليه عشان ما تضطرش انها او ما يبوظش منك، خاصة لو نوعية مش اصلية. شكرا.